حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباء، اليوم نعيش مع النصيحة الثامنة في مشروع العمر، مشروع حفظ القرآن. أخي الحبيب، والله أهم شيء يمكن أن تفعله هو أن تلقى الله عز وجل وأنت حافظ لكلامه، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا القرآن أيها الأحبة لا يعطيه الله عز وجل إلا لمن أحب، ولا يوفق به إلا من أحب. هناك من يصطفيه الله ويعطيه القرآن، ولكن للأسف يتحول للحياة الدنيا ويظلم نفسه ويكذب. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اصطفينا يعني اخترنا. صنفهم القرآن إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول، فمنهم ظالم لنفسه. كثير من الناس يحفظ القرآن ولا يعمل به، هذا ظالم لنفسه. النوع الثاني، ومنهم مقتصد، يعني يحاول أن يكون معتدلا، يعني قدر المستطاع يبذل جهده ليرضي الله سبحانه وتعالى. ومنهم سابق بالخيرات، هذا أعلى نوع، ومنهم سابق بالخيرات. فنحن إن شاء الله إذا أردنا أن نكون سابقين بالخيرات ينبغي أن نفهم جيدا ماذا نفعل، لماذا نحفظ القرآن. اليوم أيها الأحبة، يعني أنا دعوني طبعا أتأمل معكم فترة النوم. استثمر أخي الحبيب فترة النوم. الإنسان ينام ثلث عمره، ثلث عمر الإنسان يمضيه في النوم. والله تعالى يقول ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون. ربط السمع بالنوم لأن حاسة السمع تبقى في حالة عمل أثناء النوم، وبعض مراكز الدماغ تبقى في حالة عمل أثناء النوم. فأنت إذا استثمرت هذه الست سبع ساعات كل يوم تنام فيها، استثمرتها بأن تبقي صوت القرآن بشكل دائم يتكرر عن طريق موبايل، عن طريق كمبيوتر، وسائل إلكترونية كثيرة الحمد لله سخرها الله لنا، تسجل صورة معينة أو تختار صورة معينة تضعها على الموبايل مثلا، وتكرر وتتركه يتكرر طوال الليل، فتجد نفسك يعني مثلا سورة مريم أقل من نصف ساعة، ثلث ساعة تقريبا، يعني تتكرر في القرآن مرتل، يعني تتكرر بمعدل ثلاث مرات في الساعة. فإذا نمت مثلا ست ساعات أو خمس ساعات، خمسة في ثلاثة 15 مرة تتكرر هذه السورة، وتدخل هذه البيانات والمعلومات إلى دماغك ويتم تخزينها. ينبغي أن تدرك أن الدماغ يبقى في حالة عمل. إذن العلماء يؤكدون أن الدماغ يبقى في حالة نشاط أثناء النوم، حيث يقوم بمعالجة المعلومات التي اختزنها طيلة النهار وترتيبها وتنسيقها في مناطق خاصة. ولذلك يمكن لكل واحد منا أن يستفيد من نومه ويستمع لصوت القرآن، وهذا سيساعد على تثبيت حفظ الآيات. طريقة رائعة جدا أيها الأحبة، أنا استخدمتها ولا أستغني عنها حتى الآن، منذ أن استخدمتها قبل 30 سنة حتى الآن لا أستغني عنها الحمد لله. تشعر براحة. إذا كان لديك بعض الأحلام المزعجة تقضي عليها بصوت القرآن وأنت نائم. طيب الآن أيها الأحبة، هذه الآية ينبغي أن نحفظها. هناك آيات أيها الأحبة ينبغي أن تحفظ. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. أنا سأتابع كما وعدتكم طريقة تقسيم السورة إلى مواضيع، طريقة تقسيم السورة إلى مواضيع. أيها الأحبة، هذا النص
استعرضناه في أو جزءا منه في اللقاء السابق اليوم. أفضل طريقة لكي تحفظ سورة مثلا مثل سورة البقرة، سورة كبيرة جدا، أن تجزئها لمواضيع. طبعا أنا قديما كنت أتعب على تجزيء السورة لمواضيع، اليوم هناك مصحف، يعني من تيسير الله لنا القائل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني هل من متذكر، هل من حافظ، هل من إنسان يتذكر كلام الله عز وجل ويذكر الله عز وجل. هذا المصحف يقسم لنا مواضيع السورة، يعني مثلا أول آيتين تتحدث، طبعا أول نص في سورة البقرة 5 آيات، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب كذا كذا، وأولئك هم المفلحون، صفات المتقين أول 5 آيات. ثم النص الثاني 2 آيات يتحدث عن الكفار، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. انتهى النص الثاني. الآن أنت تستطيع في الصلاة أن تقرأ بدلا، يعني أن تقرأ في الركعة الأولى 5 آيات من ألف لام ميم إلى وأولئك هم المفلحون، في الركعة الثانية تقرأ هذا النص 2 آيات وتصلي، يعني مثلا صلاة المغرب، العشاء، الصبح، تكرر. في الركعة الأولى تقرأ 5 آيات من أول البقرة، في الركعة الثانية تقرأ 2 آيات. الآن بعد أن أتممت وربطت النصين ببعضهما، النص الأول يتحدث عن المتقين والثاني عن الكفار، تنتقل للنص الثالث، هو طويل نسبيا ولكن سهل، يتحدث عن المنافقين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وهكذا إلى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. إذن أخي الحبيب، هذا النص يتألف من 9 آيات، أتصور من الآية 8 حتى 16، تبدأ بقراءته 10 مرات، لا تمل، اقرأه 10 مرات حتى تشعر أنك حفظته. تقرأ الآية الأولى ثم الثانية ثم تربط الأولى بالثانية ثم تقرأ الثالثة ثم تقرأ الجميع ثم تقرأ الآية الرابعة ثم تقرأ الجميع ثم تقرأ الخامسة 10 مرات 20 مرة ثم تقرأ الجميع، وهكذا عملية تربيط، تربط المعلومات ببعضها. بعد أن تتم قراءة هذا النص يمكن أن تبدأ، ستأتي الصلاة طبعا، وقت الصلاة تصلي في الركعة الأولى بال7 آيات، 5 آيات ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كذا كذا وأولئك هم المفلحون، إن الذين كفروا كذا كذا ولهم عذاب عظيم، 7 آيات تقرأها في الركعة الأولى. في الركعة الثانية تقرأ هذا النص الذي يتألف من 9 آيات صفات المتقين، وتكرر ذلك في كل أوقات الصلاة، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، في صلاة السنن، قيام الليل. خلال 4 أو 5 أو 10 أيام ستجد نفسك أنك حفظت هذا النص كاملا 16 آية، والآن أنت في أصعب مراحل الحفظ، أصعب مرحلة من مراحل الحفظ، لأنك فيما بعد سيصبح لديك مرونة أكبر، يعني كلما حفظت أكثر، يعني بعد أن تحفظ 20 30 40 صفحة ستجد الأمور أصبحت أسهل بكثير. لا أريد أن أطيل عليكم اليوم، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل هذه المواضيع ونحاول أن نكتشف أسلوب جديد لربط النصوص ببعضها، كما نرى هنا نص وهنا نص وهنا نص، نحاول أن نربط هذه النصوص ويعني نسهل عملية الحفظ بإذن الله، لأن الله تبارك وتعالى سهل هذا القرآن ويسره لنا، وهو القائل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل
من مدكر. نسأل الله تعالى أن يعيننا على حفظ كلامه العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.